مناقشة ملف كورونا والتوزيع العادل للقاحات بين دول العالم واستحواذ الدول الغنية على أغلبها، ينضم إلينا الدكتور عمر الراوي، طبيب الجراحة العامة، عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور عمر، بداية مرحبا بك. يعني مع إحياء مدينة ووهان الذكرى الأولى للبدء في مواجهة فيروس كورونا بالإغلاق الكامل بالطبع، كيف يعني تصف التدابير التي اتخذها العالم لمواجهة الجائحة التي لا تزال تداعياتها في أرجاء المعمورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أراه أن كل التدابير التي وضعت تكاد أن تكون فاشلة في إيقاف الفيروس، لأن العدو هذا جديد علينا وليس لدينا معلومات كافية في الحقيقة. فلذلك في البداية أخذنا يعني بعض الاحتياطات، مثلا تعقيم الشوارع، شدة تغسيل الأيدي، ولكن بعد مدة بعد البحث والتدقيق وجدنا أن هذه لا قيمة لها في منع الفيروس، ورجعنا إلى كأنه الإنفلونزا، أنه الفيروس ينتقل من وجه إلى وجه، من شخص مصاب إلى شخص قابل للإصابة فتحدث الإصابة. يعني لما كان الأمر جديد علينا يعني قد نقع في أخطاء كثيرة لأشياء لا نعلم. أما الإجراءات التي اتخذت وتطورت وأصبحت وصلت إلى مستوى جيد، بحيث أنه أنا أتوقع لولا الاحتياطات ولولا هذا لبس الماسكات والتباعد الاجتماعي لكان نسبة الوفيات 10 أضعاف ما نراه الآن من نتائج في الإحصاءات والبيانات. طيب، يعني هل ينتظر أن تتقلص هذه الأعداد مع البدء بعملية أخذ اللقاح؟ يعني بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 2 مليون توفوا وأصيب أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. هذه أعداد ضخمة جدا، ولولا ما ذكرتم دكتور من التحوط والتباعد الاجتماعي لكانت الأرقام أكثر ب10 أضعاف. كيف تنظر إلى عملية البدء بتلقي اللقاح؟ هل هي ذات جدوى؟ طبعا أنا في منظوري الشخصي أنا أنه الأمر انتهى، نحن في النهاية، وكأنه الرفشات الأخيرة للمخنوق بالنسبة إلى الفيروس. يعني أعتقد إن شاء الله في الأفق القريب خلال 3 أو 4 أشهر ستنتهي هذه الجائحة، وسوف نصل إلى نتيجة جيدة إن شاء الله. بالنسبة إلى اللقاح، هو الآن الباب والأمل الرئيسي لنا في إيقاف هذا المرض. ممكن أنه لنا أمل آخر، ولكن أمل صعب جدا أن نترك المرض ينتشر ثم يقتل الذي يقتله، ثم تحدث مناعة القطيع ويتوقف هذا المرض. ولكن هذا يعني أمر مؤلم، يعني لنقل حل مؤلم هذا وصعب. فحل اللقاح هو الحل الأمثل إن شاء الله لإيقاف هذا المرض. البعض يرى بأنه حتى لو كان هناك لقاح، هناك أيضا معوق كبير، وهو موضوع أن هناك دولا غنية تستطيع شراء هذا اللقاح، بينما هناك أيضا يعني دول فقيرة لا تستطيع شراء هذا اللقاح. على ما يبدو أن يعني أسعار هذه اللقاح بحسب ما يرى الكثير من المختصين أنها يعني باهظة الثمن. طبعا أنا أقول أن هذا الكلام ليس عام، لأنه لقاح أكسفورد أو اللقاح الإنجليزي سعره 4 دولارات، يعني هذا ممكن للحكومات في الدول الفقيرة أن تصل إليه. ولكن المشكلة ليست هذه، المشكلة أنه في البداية يعني أوصلوا لنا من المعلومات أنه هذا سام ولا تأخذوه ابتعدوا عنه، وبالأخير هم أخذوه ورفضوا ينطونه. يعني الآن الدول الغنية ترفض إعطائه إلى الدول الفقيرة. قالوا والله أول مرة نكتفي نحن. يعني الآن مثلا أعلى نسبة للقاحات هي في إسرائيل. إسرائيل إلى الآن 2.5 مليون شخص تم لقاحهم، بينما الفلسطينيين في غزة نسبة قليلة جدا استطاعوا الحصول على اللقاح. حتى العاملين في الصحة رفضوا إيصال اللقاح إليهم. في كل مكان بالعالم، كل الدول الفقيرة لم تستطع الحصول عليه، ليس ماديا
وانما هم اهل اللقاحات والتي طوروها. لا ادري لماذا يرفضون يعني ايصالها الى الدول لنقل الاسلاميه. انا لا اؤمن بالمؤامره، ولكن كانه الاستهداف عدم ايصال اللقاح الى الدول الاسلاميه تماما. ما وصل، قد واحد يقول انه وصل الى السعوديه وقطر والامارات، هذه الدول هي مشاركه او لها اموال في هاي الشركات التي في هذه الشركات التي انتجت اللقاح، فهم مضطرين يعني هم اعضاء في مجلس الاداره فمضطرين ان يعطوهم. اما باقي الدول الاسلاميه لا تصلها، حتى تركيا الى الان لم يوافقوا على اعطائهم اللقاح اللي هو رخيص، لانه لنعرف انه اللقاح الصيني لقاح باهظ الثمن، يفوق ال 120 دولار للجرعه الواحده، لا عفوا للجرعتين، بينما اللقاح الانجليزي باربع دولارات للجرعتين، واللقاح فايزر اللي هو الافضل حقيقه ب 20 دولار، بس لا زال هو نسبيا اقل سعرا من الصيني. نحن الان الفقراء نضطر ان نشتري من الصين بالسعر العالي. اما الدول الاوروبيه، الدول الغربيه احتكرت اللقاح الى الشهر الثامن في هذه السنه، وهذا وقت متاخر سوف ينعكس سلبيا على اقتصاديات هذه الدول. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور عمر الراوي طبيب الجراحه العامه، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.